السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. بطبيعه الحال كي تبدا ثم حاجه جديده نقول لكم عليها وما ثم حتى اشكاليه. بالنسبه للهيكل التخيل بعد ما سافر لفرنسا، سمعنا اللي لوغوير مريض، هذا هو الواقع اللي صاير، معناها ما غطيوش عين الشمس برغد بان مريض، مشى باش يتفاهموا على العقد هذايا. ثم في بالنا اللي باش يجي اليوم، ما هو هذايا الناس الكل في بالنا اللي لوغوير باش يكون اليوم متواجد في البارك بتاع النادي الافريقي وباش يركح الامور، باش نهار 15 يبدا في التدريبات مع الفريق الموجود ويبدا في الانتدابات. كنا في بالنا بسام المهري معلم، هو ونجيب غميض ومعاه السيد الاخر محمد المنسي، ولكن الجماعة ظهروا ساهل ماهل، معناها كلمة تهز وكلمة تجيب، هم قلقوني عرفتوهم كان يبداو عائلة مع بعضهم في عرس ما يفرحش بيك في العرس ولا في الوطية، تتغش وتقول هم ما فرحوش بي يزي أنا ماشي على روحي. في الاصل لا، انت ماشي تخدم في العروس وماشي تخدم في الاجواء هذيك، نورمال تتحمل وكل شيء، خاطر مش فرحتك انت، فرحه السيد اللي مشيت له هذا هو الموجود، هي فرحه النادي الافريقي، وهي باش نقوموا النادي الافريقي على ساقها وباش نرجعوا لكليب افريكا، مش باش نرضيو بسام المهري ونرضيو المنسي ونرضيو صابر خليفه، هذا باش نبداو متفاهمين فيه. لذلك كيف نفس الشيء باش نزيد نعاودها لكم، محمد كمون السيد هذا اللي متواجد في النادي الافريقي من عهد عبد السلام اليونسي وسليم الرياحي والربوحي تو موجود. علاش السيد هذا ديما موجود؟ يا يعني ندرى النادي الافريقي قاعدين تحصوا على البطولات في جرة بعضها باش يبقى ديما موجود السيد؟ اكيد ثم ان في الموضوع، ان شاء الله السيد هذا يخرج بتدخل من هيكل التخيل ومن الناس اللي تحب النادي الافريقي وعندها بوفوار ان شاء الله. لوغوين قال هيكل التخيل اللي هو مريض، ربي معاه مريض ولا مش مريض، ان شاء الله ربي يشفيه، كانوا مريض ومعناها وذاك هو الموجود، هذيك ما عندناش اشكاليه، هذيك المرض بيضرب ويشفاه من بيضرب. ولكن السيد اذا كان ماهوش باش يجي تقول راه ماهوش يجي وفات الحكايه، سمعنا اللي يمكن ياسر يجي نهار الجمعه باش نبداو متفاهمين، يعني ما تقطعتش الاتصالات مع بول لوغوين نهائيا باش نبداو متفاهمين، هذه حاجه. المدربين انا باش نقترح عليكم بعض المدربين وانتم اعطوني رايكم بصراحه، ثم زوج مدربين ورانا حكينا فيهم، حكينا فيهم انا وعده من جماهير النادي الافريقي اللي يفهموا في الكوره واللي يتبعوا فيا عندهم سنوات، بصراحه نحب نحييهم، مشاو معانا بالباهي وبالخايب، خلطنا على أسوأ الفترات مع ربوحي وفي اخر عهد اليونسي، وخلطنا على اجمل الفترات وجونا باهي وجمعية قاعدة تحسن كيما طويكة مع المستثمر الأمريكي تشون بيرز الأب الروحي للنادي الإفريقي بطبيعة الحال. ثم زوز مدربين حكينا فيهم، ما فهمتش علاش هو توا ماهوش يراني، معناه كيما فريق النادي الصفاقسي بسرعة مشاو جابوا مدرب بيترو أتلتيكو على أنجول، جابوه المدرب هذاك اللي كانت تفكروا تعادل في ملعب رادس ضد الترجي، تعادل اخر ضد الترجي، انتصر على جميع الفرق، انتصر على نجم الساحلي ذهاب واياب، جابوا المدرب هذاك. ثم مدرب اخر زاد تعادل مع الترجي في ملعب رادس، مدرب اساكا بيجون، وتعادل في ملعب ابيجون، والترجي ترشحت بضرب الجزاء ما ترشحتش قوه كوره. جوليان شوفالي ظهر الناس كلنا نعرفوه، شوفالي المدرب هذا داهيه كما إرفي رونار نفس الشيء، ما ينقص عليه حتى شيء، مدرب ينجم يفيد النادي الافريقي. علاش انا نجري على بول لوغوين ولوغوين مش يولي مضروب في روحه ولا اعلم شنو يصير، وبعدها ولا مريض وها ولا توقت اللي جاي يتفاوضوا معاه لكليب افريكا ولا مريض، نتصورش ما تنطليش الامور هذه على الكليب ستيرا. لذلك انا نقول لكم هذوما مدربين واضحين وتو يأيدوني فاهم جمهور الكليب اللي يفهموا. جوليان شوفالي كان تمشي هيك لتخيل تتفاوض معاه وتجيبو فيسا وفات الحكاية، ثم ما ثماش هذاك، ثم مدرب سان داونز اللي صي انتهت المهام مع سان داونز، تحصل على رابطة الأبطال الإفريقية، تحصل معاها عدة بطولات في جنوب أفريقيا، وحاليا هو ما عندوش ارتباطات، تنجم تجيبو كان هو قبل مساعد مدرب موسيماني وبعد شد هو ولا هو المدرب. ظهر لي ماناش خير من أهلي المصري اللي في فترة سابقة جابوا موسيماني وهزوا معاه بطولات متتالية، زوج دوري أبطال أفريقيا وثلاثة بطولات في مصر، ما نتصورش احنا خير منه، ما نتصورش.
الاهلي المصري موفر الملاعبيه والامور راكحه وكل شيء وجابوا المدرب هذاك. احنا ما زلنا ما وفرناش الملاعبيه ولكن نحضروا المدرب والمدرب تو عملنا شيء والتدريبات تبدا نهار 15 يعني مازال هو خمس ايام باش تبدا لي بك الركايه هذوكم. الركايه هذوكم ما فهمتش انا كيفاش زاير الدراما انا باش نمشي نتفرج فيهم هذوكم. طب خلال بسام اصرار في وغيث الصغير مع الاخرين ما فهمتش انا. ان شاء الله ان شاء الله كلي فاندو كونترا ما نريش ما ننظر. نداء اخر للغايرين على النادي الافريقي واللي يحبوا النادي الافريقي، تطلبوا من اداره الكليب افريكان وتوصلوا اصواتكم، راهو صوتكم عنده دور كبير ياسر، اكل الكومنتات تبعتوا فيه عنده دور كبير ياسر. لا للتجديد اللي كانوا يكوروا في النادي الافريقي وانتهت العقود نتاعهم، واضح وصريح. نزيدهم حاجه اخرى، حتى بلال العيفه هو ثم بعض الصفحات الماجوره يجبدوا على بلال العيفه بالعادي باش يرجع باش يرجعوه، ما ثمش ما تكون ثم صفقه ولا حاجه. لذلك ردوا بالكم هيك الدخيل، نزيد نقول هالك مره اخرى، عايش خويا رد بالك باه. هذا بالنسبه للموضوع هذاك. مش نحكيكم على موضوع هذا، موضوع مهم جدا اللي هو موضوع السيد المدعو امين كمون. امين كمون ظهر لي تعرفوه، مانيش انا مش نغطي، ريناه ظهر لي في برنامج لحد الرياضي حاجه كي من هكا. ثم ناس ما يعرفوش السيد هذاك، مش في بالهم هو كيفي انا يتكلم دمغي ويجيب فيها ديريكتومون ويجيب فيها صحيح. لا يا باب، ثم ناس راهو حاطين يحط لك الانترنت نتاعو، الانترنت يحطها ويحط لك الاحصائيه نتاع الملاعبي هذاك وقداش جرى وقداش كل شيء، وكي يسالوه هي قدامه ما تراوهاش في الكاميرا، كي يسالوه يحطوها في تحته معناها، كي يسالوه يبدا يخضر هكا ويبدا يحكي بك اللوجيسيال هذاك. اللوجيسيال هذاك يقول لك مثلا نبيل ريغن سبور راهو احسن محلل في تونس، راهو ينجم يكون احسن مسؤول في النادي الافريقي، راهو ينجم يفيد، راهو عنده بوتنسيال قويه برشا وعين ثاقبه باذن الله في اختيار الملاعبيه وهكا وهكا. اعطيتكم مثال كيف كيف، راهو ميسي كلاعب هاز دي كوب دو موند، هاز كوب كاس امريكا اللاتينيه، هاز هكا وهكا، راهو يلعب بساقه اليسار، هي دائما فاهمين فيه متفاهمين فيه. هاي بابا والاصابات اش عملنا فيها، والاصابات الملاعب هذاك تضرب وانت في بالك شبيه اللوجيسيال باش يطلع حالك باهي، نفترض وهذه اجتهاد من عندي انا. بالنسبه لامين كمون نحب نعرف شنو راي جماهير النادي الافريقي في خطه مدير رياضي امين كمون، في خطه مدير رياضي هو اسامه السلامي، شنو رايكم يا الدراما؟ انا صحيح ريتو يمشي باللوجيسيال ولكن ما ريتوش داهيه نتاع براتيك، راي البراتيك هي الكل. راه المدير الفني يبدا مثلا يتفرج مع المدرب يقول له شو يا مسيو لوغوين ولا يا مسيو شوفالي، بلا يتفرج تنجم تعمل لهم اللقطه هذه شوفهم لي الملاعبيه كورجيه ولا لا، يقول له كيفاش، يقول له نعطيهم كل واحد كره ونعلو لهم الكره الفوق كل واحد قدامنا نشوف الكنترول نتاعهم يمشي صحيح ولا لا، نشوفوهم تعلموا كنترول ولا لا، كما تعلموش كنترول خليني نلعب ندوروها خطه اخرى، ندوروها في مخك باش تلعب فريق تكنيك ولا ندوروها كيما منتخب ايطاليا والمنتخبات هذيك، نلعبوا دفاع وهجومات معاكسه وديما يمشي هكا نتاع التخفيص هذيك، خاطر راهو كي تحب تسيطر في كره قدم يلزمك ملاعبيه الكنترول نتاعهم دمعه راه، وكي تبدا انت عندك الملاعبيه متوسطين تولي تلعب على هجمات المعاكسه وتولي تلعب على اللياقه البدنيه كيما عملت الترجي عملوا. معناها نحكي لكم الترجي كي تحطت مع الاهلي المصري ما لقاتش روحها، خاطر الاهلي المصري في الكنترول باهين وفي اللعب وكل شيء، يعني هذا الدور نتاع المدير الرياضي، المدير الرياضي يختار الملاعبيه صحيح، يمكن امين كمون ينجم ينجح في اختيار الملاعبيه، انا يعني جبتك امين كمون على خاطر النادي الافريقي راه. نفس الشيء مع اسامه السلامي، لما لا؟ والقطع مع الماضي نهائيا والى الابد، لا تقول لي صابر خليفه يرجع. ماهوش من مهامه وماهيش اختصاصه مدير رياضي أول حاجة، لا تقول لي بسام المهري يرجع ولا تقول لي حامد كمون يتدخل في اختيارات الفنية. تسمعنا أنا حتى بول لوغوين مش عاجبه السيد حامد مبارك ولا مش عارف قالك حتى لوغوين مش عاجبه، ولكن ما نجحش. علاش ما نجحش؟ على خاطر الخبر اللي به الفايدة واللي احنا حاجتنا بيه تو نقوله لكم بعد حين. الجمهور نتاع الكليب افريكان اللي غاضاتهم كيفاش لي ريكروتمون مازالوا ما نجحوش 100%، فعلا راهو جبدوا وقت اللي احنا حكينا البارح زاده كيف كيف على بسام المهري استقال،
ثم شكون قالوا شبه الصفحه الرسميه ما حكيت شيء. الصفحه الرسميه بتابعت الحال في سبات عميق دخلت بعد الناس الكل، راه حطوها في بالكم راه خاطر علاش هي باج اوفيسيال في الراي في العالم كامل. راه الباج اوفيسيال ما تهبط لك كان خبر 1000 مليار% خرج من الاداره، فهمتوا علاش؟ بينما احنا والعالم كامل الاخبار توصل وما ثم حتى شيء، وما تلوموش على العباد مثلا اليوتيوبر ولا حاجه، برا نلوم على الاذاعات اللي يحكيوا في المواضيع هذه، برا نلوم على البرامج المعروفه ونفس الحكايه يحكيوا في المواضيع هذه. ولكن احنا بالخبره نحكيوا بالتكتيك وبالفن والدنيا، وعارفين شنو قاعدين نحكوا وعارفين رواحنا. ثم ناس يقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ساعات انت في البحر تتمنى بس تلقى حاجه، تلقاها في تجي تمشي للواد تجيب تطلع شجره تطلع معها كنز. يعني رد بالك، رد بالك تحقروا الرجال، ورد بالك بتقولوا راه فلان وذاك خير وذاك شبيه وذاك حكايه. ثم بعض لاحظت فيهم عندهم شويه حقره، ولكن يقولوا فيه المثل هذا يحطوه في بالكم، راهو يقول لك الحجار يموت ذليل. راه مش نقول لكم حاجه اخرى زاده، راهو حتى المحكور يموت اذل، المحكور اللي ما عندوش قدر راه يموت اذل زاده، على خاطر العام 13 وانت تلحس تنحيس وهك وهك وسي فلان وهات فلان وجيب فلان وهز من فلان. هذا اللي قاعد صاير في النادي الافريقي، ما يوصلوا يشدوا في البلايص الباهيه كان اللي ما عندهمش مستوى. ولكن تويك مع امين كامور ومع اسامه السلامي سي مو تنجح. خي احنا في تونس ما نقول لكم مع الناس راهو ناس، والا المدرب اللي باش تجيبه كيما شوفاليي والا كيما مدرب سانداوز والا مازال لوغوان اللي باش تجيبوه خويا خليه واحد يختار من اللاعبين وكا هو عطيوه لي بلوطو يختار. انا راه كامين كامون عز حل، على خاطر امين كامون باش يجيب له اللوجيسيال ويجيبوا للمدرب يكون معروف يقول له تفرج، يقول له اوكي برا نتفاوضوا معاه سهله، فهمت؟ ما صعبوهاش الاداره الفنيه وبلوغه وجايب لي نجيب غميض عمره 85 كناية يا ولادي جيبوا اللي باش تجيب معاه، لو انه نجيب غميض نحييوه لاعب كبير في نادي افريقيا والمنتخب التونسي. راهو حطوا في بالكم النادي الافريقي عملنا مناورات والاداره تاع النادي الافريقي راهو مش خصيصين، عملوا مناورات بالعاني على فريق الترجي الرياضي باش ينتدبوا هالملاعبيه اللي احنا قاعدين نحكيوا عليهم، باش الترجي يستوفى الانتدابات نتاعو اللي هما 10 ملاعبيه، واذا كان استوفاو ال10 ملاعبيه هذا ندخلوا في الصفقات المدويه. الترجي تحب تحاربني تحب بالرسمي تحكي معايا على الكوره، ادخل معايا مع على نعيم السليتي، فوضني على نعيم السليتي كان نجم روحك هاو ضرب وين. وثم ثم ملاعبيه اخرين تو نحكيوا فيهم في وقت، ما يجيكمش غريبة تراو الشعلالي مسح في النادي الافريقي، خلينا ساكتين افضل ما نطولوش في المواضيع هذيك على الجمهور. هذه حاجة، الأهم حاجة من أهم الأشياء اللي صارت، من أهم الأشياء الساعة ثم حاجة ممتازة جدا صارت، نحب نحيي زياد الجزيري قال راني أنا بعد فريق النجم الساحلي راني نحب النادي الافريقي. وزياد الجزيري نحب نحييك ونشجعك ونقول لك يا زياد راك أسطورة في كرة القدم التونسية، راهو بفضلك أنت تحصلنا على كأس أمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ عام 2004، راك أنت هو الملاعب اللي عندك تلعب بقليب، الملاعب الجارح، الملاعب اللي يلعب كرة كرة. تحية زياد الجزيري، تحية لأحباء النجم الساحلي من أحباء النادي الإفريقي، ونقول لكم رانا إحنا والإطوال أحباب وشماتة في اللي يتشبت فيه. الأغنية هذه كانت قبل هذه في الثمانينات. الخبر الأهم والأحلى والأجمل واللي باش تبنيوا عليه يا جمهور الكليب وما تأيسوش، اللي هو تدوينة تشامبرز الرئيس الشرفي للنادي الإفريقي، المستثمر الكبير في النادي الإفريقي، أحد رجال الأعمال الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية اللي دعمناه واللي حامين عليه واللي حكينا عليه كل خير. الراجل بما انه هيكل تخيل يمكن تسمع اخبار مزيان من هنا للليل ما نعرفش معناها، ولكن هذا اللي صار يدعم هيكل تخيل ويقول له الرئيس هيكل تخيل راني ندعمك في كل ما تقوم به من استقالات من اقالات، اعمل اللي تحب، عندك كارت بلانش راني معاك وراني عارف اش قاعد نعمل، وما غير ما تبقى تسمع في الكلمات وما غير ما نحبوك هش اللي ما عجبكش في النادي الافريقي نجم تسحته ويمشي غير مأسوف عليه، ونحن هوني باش ندعموا النادي الافريقي. ما تخافوش على النادي الافريقي في الامور الماليه، الملاعب اللي تحبوا تشريوه تو نجيبوه لكم، ماناش مستوانا احنا باش نجيبوا ملاعبيه فان دو كونترا ولا ملاعبيه فاشلين.
المستوى بتاع النادي الافريقي باش يجيب ملاعبيه صف اول، ملاعبيه جرون ستار، ملاعبيه معروفين، ملاعبيه عندهم الامكانيات الفنيه والبدنيه وعندهم جميع الامكانيات باش يفوزوا بكاس رابطة الابطال في يوم من الايام، مش باش يفوزوا بالبطوله التونسيه بطوله بدوره. لذلك لا تقول لي هاو حمزه جلاسي مش يمشي، ولا تقول لي هاو العبدلي ولا سماه ربي مش يمشي، ولا تقول لي مش عارف شكون. راه ثم انتدابات مدويه باش تسمعوا بها في النادي الافريقي قريبا. هذا هو اللي شامبيرز وعد به هيكل التخين، وهذا هو اللي نبيل ريغ سبور من المكان هذا وعد به جمهور النادي الافريقي. وختاما نقول لكم فيفا فورزا سيار.